نور، رح نكمل مشوارنا الصباحي لليوم ولساتنا عم نحكي عن جائحة كورونا العالمية اللي ما زالت تتصدر أخبارنا اليومية ضمن أسهم ارتفاع في الدول وانحسار للفيروس في دول أخرى. لكن الوضع الصحي بقي بحاجة لأنه يكون تحت مجهر الاهتمام من الأسرة وخاصة بالنسبة للطلاب. أكيد سلمى، بالنسبة للطلاب في أشياء كتير مهمة خصوصا اللي بلشوا يتأهبوا مع إجراءات تخفيف الحجر الصحي والاستعداد لعودة الحياة التعليمية للجامعات أيضا وانطلاق امتحانات الشهادات التعليم الأساسي والثانوي. كيف نعزز الصحة النفسية عن أبنائنا؟ كيف نجعلهم في جاهزية للعودة إلى مسار التعليم بعد فترة الحظر الصحي؟ الجواب دائما مع ضيفتنا الدكتورة رولا صيداوي، أستاذة في علم النفس. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. خلينا نبدأ من الحجر الصحي الطوعي أو المنزلي مثل ما بنسميه. برأيك كيف انعكس على الصحة النفسية للأبناء بكافة المراحل العمرية خلال هذا الوقت؟ بداية الصحة النفسية هي يعني تعريفها، نحن خلينا نعرفها انه الشعور بالرضا، بالراحة، بالأمان، ابتعاد عن، تكون بعيدة عن الاضطرابات النفسية والاضطرابات الجسدية. شعور اللي حصل الآن عند أبنائنا أو عند آبائنا شعور قلق، شعور توتر، لكن نسبة الشباب، عند الشباب خف هالقلق أكثر من عند المسنين أو الأطفال. الأطفال صار عندهم هلع، صار عندهم خوف، أما الشباب لا، نوعا ما يعني عندهم تصالح مع هذا الأمر أكثر بحسب عمرهم، بحسب طاقتهم الجسدية، بحسب روح النشاط اللي عندهم. طيب خلينا نحكي قديش فعلا مثل ما قلتي يمكن المحيط او البيئه بتاثر، الاهل بياثروا بشكل كثير كبير على الاطفال. لما انا اخلي الطفل يتاقلم، او مش فقط الطفل، فينا نقول اليافع، فينا نقول الشاب الكبير، كيف خليه يتاقلم مع هيدا الحجر وكيف فيني يرجعه للحياه الطبيعيه كاهل كعائله؟ يعني دائما بنقول نحن الاطفال بياخذوا دائما قدوه اهاليهم، ابوهم وامهم. بنأكد على نقطة مهمة انه الصحة النفسية هي مترابطة متلازمة مع الصحة الجسدية. يعني انا لما بكون متوترة او قلقة انا كأم امام ابنائي، فهذا عم بعكس انه غير انه حيصير عندي قلق ضعف بصحتي الجسدية، ايضا صار عندي توتر وقلق عند ابنائي. فالخوف الزائد، ضروري الاحتياط، ضروري الاحتراز، ضروري انه ناخذ بالاسباب، لكن ما يكون عندنا قلق وخوف زائد، انه هذا حينعكس على صحتي وعلى صحة ابنائي. نحن ما منهول الامور لكن نحكيها ببساطتها، وحتى اطفالنا بنعرفهم شو هو مرض الكورونا، بنقول لهم انه الان وخاصه الان اللي مقبلين على شهادات التعليم الاساسي والثانوي، بنعرفهم انه ضروري يضلوا بالاحتياطات. يعني مو معناتها انه نحن اذا فايتين نحن لوباء كبير، لا، مثل ما كنا بالاحتياطات، معلش التجمعات بنمنعها، حتى لو كنا عاده كان طلاب الشهادات انه بيتجمعوا بعد ما يخلص الامتحان، الان لا، بدنا ناكد على هذا الامر، نضل بالتعقيم، نضل بالكمامات اللي اكدوا عليها الاطباء، فهالنقاط ضروريه نحن بالنسبه كاباء امام ابنائنا. اكيد نحن يعني الشهر القادم مقبلين على امتحانات لكل من الشهاده الثانويه وايضا شهاده التعليم الاساسي. نعم. خلال هي الفتره يعني حكينا سابقا شوي عن بعض النشاطات اللي ممكن الاهل يعملوها، ولكن هلا نحن بحاجه لنوع اخر من التعامل مع ابنائنا خلال هي الفتره اللي موجودين فيها بالبيت قبل وتاهيلهم لهي الامتحانات. شو ممكن يتصرف الاهل مع ابنائهم بهي الوقت وخصوصا طلاب الشهادات؟ هلا في نقاط مهمه بنركز عليها بالنسبه للاباء، وانا بقول الامهات اكثر بحكم تواجدهم، وانا بقول بالهم اطول، يعني خلينا نقول، وهي تواجدها يعني تعاملها مع بشكل مباشر مع ابنها او بنتها. اول شيء تهدئتهم، دعمهم نفسيا، اهتمام بغذائهم، كمان الغذاء قدر الامكان ما تخليهم يسهروا، والسهر كمان بيتعب الجسد، بيتعب الذهن، فنحن بندعمهم كمان سلوكيا، بنعززهم نفسيا، بنعززهم شعورهم، ثقتهم بنفسهم. كمان اذا الطالب لما بده يروح للامتحان هو ثقته ضعيفه، انه هو خايف ما ينجح او خايف هو بالامتحان لا سمح الله ينعدى او يمرض، فهذا الشيء بيعمل له قلق وتوتر، ما بيقدر يركز بايام الامتحانات. بدنا نحاول نوضح له انه مجرد الاحتياطات الوقائيه هي بتمنع انه ينعدى، فهذا بيعمل له اطمئنان وشعور بالطمانينه. كثير بناكد على دور الام، نعززهم حتى بغذائهم،
غذائهم، نهتم بغذائهم، نهتم ما يسمعوا لهم عدم سماع الاخبار والاشاعات الكاذبه اللي من احيانا في بعض القنوات يعني غير الاعلام. انا بقول دائما، انا دوما بقول لابنائي ركزوا على الاعلام الموجود، الموجود اللي بخفف من ضغوطات، ما تركزوا على الاعلام اللي بيهول الامر. وعاده اكثر ناس عرضه للاصابه بالامراض هن اللي بينقلوا الاشاعات، لان هن بيكبروا الامور فهن بصير في عندهم قلق وتوتر. فنحن بدنا نوعي ابنائنا من جميع الامور، ما ياخذوا حتى يعني بعد ما يطيلوا السهر خصوصي ايام الامتحانات. طيب شو هي الاجراءات يمكن اللي ممكن الاهل ياخذوها لقدر انا اعزز الصحه النفسيه عند اولادي عند الطلاب؟ مثل ما قلنا هي اساسا مرحله، يعني حلقات متواصله مع بعضها، يعني ما يعني فجاه انا اعزز لهم صحتهم النفسيه اذا كنت انا في حاله توتر بشكل دائم. هي مراحل بمر فيها. شو هي اهم الاجراءات لانا اوصل لبر الامان للصحه النفسيه السليمه لهم؟ هلا اذا انا هل خلال الشهرين ثلاثه اللي الان احنا فيه باحتياطات، وعينا ابنائنا، اهتمينا هلا خلال 3 شهور، اكيد الام والاب اهتموا بالاحتياطات بالاجراءات الوقائيه وعلموا ابنائهم. يعني انا يعني شوي بلاقي بستصعب الامر على بعض الامهات انه لما بيعتبروا هذا الامر طبيعي وبيمر مرور الكرام، لا، هذا مرض موجود ونحن نتعامل معه مع احتياطات وقائيه. صح ما بدنا نكبر الوهم على اولادنا واطفالنا، لكن بنفس الوقت بدنا ناخذ احتياطات. بدنا نعلمهم انه هذا الشيء خطر، لانه عم نشوف اخر الصور اللي عم عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع تجهيزات العيد، في كثير من الناس اخذ اولادها على السوق ما اخذ اجراءات الاحترازيه، فلازم نهيئهم نفسيا. هي مو اخذ الاحتياطات، يعني للاسف هي معتبره الامر هذا وكان شيئا لم يكن. لذلك نحن بنقول الاحتياطات اللي الام اخذتها والاب اخذينها، مثل ما اخذين احتياطات، مثل ما بعدين المسافات، مثل ما في شعور بالطمانينه، بدنا نحتاط، لازم نهتم بهذا الامر، لكن مع عدم الخوف وتهويل الامر حتى ما يصاب باكتئاب، بقلق نفسي، بتوتر، بصداع شديد، بوسواس قهري. انا بيجيني اتصالات كثير عندهم وسواس قهري الام اكثر من الاطفال، اكثر من ابنائها، فهون كثير بدنا نهتم بهذا الامر. الام انا بقول الدور الاكبر عليها، طبعا الام والاب، لكن الام لانه هي بشكل عام هي مصدر الامان في بالبيت وخاصه امام ابنائها. أكيد دكتورة رولا، يعني مثل ما حكيتي البعض يمكن ما لسه لهلا ما أنا مستوعب كيفية طريقة التعامل، هي يمكن جائحة صعبة على العالم كله وغيرت من مفاهيم عاداتنا وتقاليدنا المجتمعية بهذا الوقت، حتى العادات الفردية للإنسان باعتباره كائن اجتماعي، ولكن اليوم الصحة هي رقم واحد. يعني إذا أنا ما عندي صحة وماني بصحتي ما رح أقدر لا أنبسط بحياتي ولا أنبسط بالأشخاص اللي موجودين جنبي، ورح أأذيهم بدل ما فيدهم. النصيحة الأبرز اللي بتوجهيها اليوم لكل أم عم بتشوفنا، لكل خليني أقول شب وصبية، إنهم هلأ فايتين على مرحلة الامتحانات واستعداداتهم، أهم نصيحة من قدمها هي اهتمام، أنا بقول بأبنائها، بغذاء أبنائها، بعدم تخويف أبنائها، نهتم بالاحتياطات، نضل يعني ما نقول لهم إنه أحياناً الشباب بيقولوا لك إنه ما في داعي للكمامة، ما في داعي للوقاية، ما في داعي للتعقيم، نحن بنأكد على هاي الأمور، معي ناخذ الأمور ببساطة، يعني ما نفكر فيها كثير لكن نحتاط وناخذ الاحتياطات، ضروري جداً خاصة لشبابنا، الشباب أنا بلاحظ تجمعات الشباب ما عم يعتبروا هذا الأمر صعب، عم يعتبروا أمر عم يمر مرور عادي، لكن للأسف عم يصير عنا لا سمح الله أمراض حتى غير هاي الأمراض، غير مرض الكورونا. لكن لذلك أنا بأكد على توعية الأبناء من قبل الأم والأب، الاهتمام بالنظافة الشخصية حتى أيام الامتحانات، بالمسافات، عدم التجمع بعد ما يخلص الامتحان، هذا كتير نقاط مهمة ضروري جدا حتى نحافظ على صحة أبنائنا وصحة الأهل بالمقابل على رح يرجعوا الشباب لعند أهليهم. فنحن نحافظ على وعدم التخويف، عدم القلق، لكن نحتاط وناخذ احتياطات الوقائية. نشكرك، يمكن معلومات مفيدة ومهمة، وبنتمنى من الكل أخذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية، لأنه بالأخير مثل ما قلتي مش فقط حماية أنفسنا، حماية عائلتنا. صحيح. وأطفالنا. نشكرك الدكتورة رولا صيداوي على وجودك معنا، شكرا كثير لك. شكرا لكم، أهلا وسهلا. شكرا لك دكتورة، رمضان كريم عليك وعلى عائلتك كمان. كل عام وانتم بخير. شكرا لك.